صار ولا ما صارش؟ بس محمد ده صار ولا ما صارش؟ مش أسأل ياسر قوين هو ما راح. أما نحن نعرفوك سبونتاني وتتكلم نحبك تحكي. كان ساعدوني. ليه ساعدوك بقدرة ربي؟ ليه ساعدوك؟ ساعدوك يساعدوك. صار ولا ما صارش إنك هربت من القراية للمسرح؟ هربت؟ صارت بالقوية. هربت أنا كاتريماني ليتر آخر عام وتحية الله يرحمه عيات سويسي هو اللي اكتشفني أستاذ بتاع المسرح في الليسي زيمانية ولا تروزي عملنا نادي البحوث المسرحية واخداني معاه من الليسي هزني نادي البحوث المسرحية معايا محمد طرمسي وزير الشؤون الاجتماعية لسعد الجموسي هذوكم المرجي الخروبي كنا عاملين نواة نادي البحوث المسرحية ومن غاديك بعد وقت عملوا كونكور في الفرقة القارة 73 دخلت فهمني هربت 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 اللي بعد صاروا انك مثلت دور قلت هذا هو اللي باش نبرز بيه ونولي مشهور ان كوت كوخ دور ان كوت كوخ شنو هو دور؟ يحيى الغول يحيى الغول يحيى الغول مش قد خديش فيه جايزة احسن ممثل لا قبل روق وانت تمثل فيه لا لا برشا ادوار متحدي في حسابات وعقبات في نجوم الليل في شو اسمه ظفير عمل دور مزيان برشا بدلني الحبيب السلماني اعطاني دور العافي تعرف انا دخلت صبغولي شعري وشلاغمي وسخروني دخلت نلقى نعيمة الجاني نعيمة صديقتي تحية لي ولابس كبوس واكل بلوزة تخسر ما سلمتش عليا ما عرفتكش قلت هذا شبيه ما سلمتش انا اتخشش انا نحيت الكبوس باش يبد ويعطيني شيء ويعطيني وبدأت ادعي على روحي يا سي محمد والله ما خلتك والله يعني تحية لي من الكل محلاها وقتها مديح بالعيد مديح بالعيد ترى زي ما سيستو ولا كتري ما سيستو وسوسر في المسلسل هذاك وقت عيط لي في نجوم انت كنت تشوف في نجوم الليل شنو في نجوم الليل انا عندي دور رئيسي منصف الكاتب عيط لي كلمني الو عندك دور رئيسي دور اللي خذاها هشام رستم بعد علاش خذاها هشام علاش بعد 15 يوم كلمني منصف الكاتب قال لي راه المسلسل نحول راني تعركت انا وياهم انا وجماعه شو اسمه يعني تنحى منصف تنحيت انت معاه تنحيت انا معاه خذاها خالد البرساوي تنحيت ما عيطليش من الاصل بعد خالد البرساوي نحى عطاوها المديح بالعيد مديح بالعيد عيطلي في الدور الثاني اللي خديته صاحب وقت عيطني ما عقلتوش هي مديح بالعيد صالي برشا ما شفتوش معنا من جملة الحاجات معنا أدوار تنحى وترجع ليه انت توا الحق قلت حاجة انا بهتتني شوية قلت تنحى هو تنحيت انا انت تعيط لك على الرول شنو هي دخلك بالاسيستون ولا بالمخرج لا المخرج مصف الكاتب شافني في كذا وكذا وكذا عيط لي جاء خالد البرساوي ما شافنيش من الكل صحيح وما يعرفنيش يمكن مش ما يعرفنيش مش يشد الكاستينج القديم نتاع منصب الكاتب يمشي عليه مش عامل كاستينج ما عيطليش يعني كل واحد وناسه هو تنحى زاد قعد جمعة 10 ايام ونحاوة شو اسمه هو مهدي نصر العربي نصر العربي نصر شد جاء مديح بالعيد مديح بالعيد شافني وعيطلي وعملنا ترى ثلاثة أجزاء كله في الرابعة بدوا عملوا أكس آخر شنية صار آخر بيه صار ولا ما صارش إنك تفرجت في دور في المسرح أو في التلفزة وقلت يا ليتني أنا في بلاست وشنو هو العمل عشرات الأدوار مثلا الدور القريب إلى قلبك شخت أنت عليه أول دور وكنت مش ناخذه رئيف في صيد الريم اللي خذها يعني في بلاست فتح الهداوي إيه علي منصور كلمني وما الله يرحمه نجيب عياد كان ضد يحب فتحي ورد من قبلك تحكي لي في حكايات مخي وحش معناه يحبه ودوري ولا هذاك انت في الدنيا انت في الدنيا عكس المسلسلات انت في المسلسلات دي مش شرير في الدنيا بيرسوناج جيل بزنس تيجي بوجه بواحد يجي خي هو شنو رايك ما بزنس كبير بزنس كبير ليه بالحق انت تجي لحظه بي انت تجي تجي شنو تجي تجي بزنس كبير نعم بوزينك
روع الظل يدي لي ليه بالحق خاطر فيزيكمون إلي أتيرونت بارك الله علي معناتها نحكيك دون في يحيى الغول واخذ أربع ساعة وصاحبتي ودرشني تحية للروضة المنصوري أعطيها تريحة تقول لي سي محمد يضرب بالحق يا بنتي تقول يضرب خليه يضرب كليلها قلبها المنصوري حتى نموت عليها والله يسر تحية تحية منا تحية ليها والرجل الأستاذ وزوجها زيدة يا المحامي شكون رجلها ما نعرف بن حسانة صحيح مرت محمد صحيح بنت مرت قلت بنت أحمد بن حسانة تحية ليهم الزوز عملاوي اللي اكتشفت انت صار عملاوي زادة في بالك عملاوي اللي أنا نسلم عليها وبوس ونعنق وينك عزيزتي خديتش عملش قلت يا هكو رجلي شكون وانا كنت نسلم عليه بن حسانة انت تعرفه هو وحده هي وحده سلمت عليه وحده وبعد شوية سقيتها مع مجموعة أخرى مشيت نسلم عليها ونعنق وبوه قالت يا راجلي وليت عاد خدت معاهم وفهمني لا وفرحت لها ليه واحد من حسين الحق متاع ربي يعني اسمه سيب ويحب الفن يا ولدي العروض المسرح انا عندي ما يمكن خمسة ولا ستة تربوي في المسرح في الكراكة من أكثر العباد اللي هناوني من أكثر من أول العباد اللي هو اللي هبط لك الفيديو يهبط لك التساول انا عملت كومنتير على الباج بتاعه ريت خاطر عباد تعرف قيمة محليهم الناس هذا خليكم كيما انتوما باهي صاروا انك أدليت براي ولا عملت اون انترفونسيون في حكايه وكلفت لك غالي عطيت رايك عطيت رايك بصراحه سبونتانيتي حتى يكون في عمل نشوفوا فيها حتى تكون في عمل حتى ما في عمل والله انا ديما يسالوني في رايي في الاعمال ما نعطيش حتى كان قلت قبيلة انت تو تقيم لا 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 ما نحقيش القايم معناها ما نقولش ردي يعني كل حد ربي يعينه والله وانا انا يعرفوني في صفاقس وفي اذاعه تونس وفي اذاعه صفاقس 800 واحد ولا ست انا اخر من يعلم انا نكمل خدمتي نروح ما نقعدش في البيفات ما نقعدش في الكليكات بعض مرات يقول محمد ديانجي دعوة وبرشا يقولوها دعوة على خاطر روتيري أنا حقي حد روح أنا في داري مرتي ندخل تبدأ تحكي لي على فلانة وفلانة نقول لا أحكي لي على أولادي وعلى دارنا أكو على أنتوراج متاعي معناها ما أديت بحد شيء وما ما قلت حد شيء رجعت ندم عليه نحن اليوم إيش نقول لك محمد نحن اليوم هو اللي دخل روحه هو بالحق هو دقيقه ما ايه واللي يعمل البوز واللي يتكلم كلام زايد صحيح هو اليوم اللي لاقي حظه على العبيد الاخرى اللي تستكفى بخدمتها وتروح انا نستكفى بخدمتي ونروح وديما زمان نكمل خدمتي في الاذاعه برشا عباد معناها انا خدمت برشا في اذاعه سفيقس خدمت المسلسلات الاذاعيه المسلسلات الاذاعيه الكل خدمت فيهم فهمني كانت عندي مشاركه كبيره وفي اذاعه تونس انا نكمل خدمتي نروح روحي هيك القاعات في البيفات اللي هي عندي سؤال ماشي بعد اذنك بيان سور تفضل رغم اللي هي مش مولاتك لا والله توا هي روبريكا هي ما هي روبريكا انا عملت بلون ماليش قسمين انت لا شيء وانا بعضنا بلولي انت حسب خبرتك ومسيرتك الفنيه فما مره ريت الممثله المسرحيه بشرى سلطاني في تصريح لها في التلفزه قالت اللي الادوار تتفرق في البيران هل تشاطر هالرأي أما تنفي ولا تنفي جملة يعني لا 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 والله أنا أشوف أنا قبل شفت الحكاية هذه يعني فما قبل معناها 86 وأنا تو عندي برشا بعيد على تونس فهمني يمكن يقولوا لي راهو صحابي يقولوا لي الكلام هذايا يقولوه لي أما ما ريتش تو ما لا قبل في جيلك أنت خليك ريت 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 ريت, ريت. إيه. سرتوا الأدوار الثانوية معناها الدور الرئيسي يعطيه المخرج هذاك ورأي ديما المجاملات الحبيب السلماني يبدأ يحكي لي يقول لي الدور هذا نحط أربعة تصور نحط هشام رستم نحط علي الخميري نحط محمد الياجي الأدوار هذوما يمشيوا مع الأربعة ومتني نحط مرصف الأزعق أربعة تصور قدام الله يرحمه وراه يرحم هشام رستم نختارك أنت على خاطر تجي حافظ أنا في حسابات عقبات الله يرحمه يقول لهم محمد الياجي جاي من صفاقس ويوصل في الوقت
معناها في وقت في البلاتو حاضر وهشام الله يرحمه يجي معناها درك كيفاش فهمتني هذاك في حسابات عقبات عندي في اخر ضحكه هي ندخل نزوره في الكلينيك صاحبه برشا انا يقول لي يا صاحبي انا مريض ومش نموت وما عادش فيه وما عادش فيه وما عادش فيه يقول لي لا ما تخافش نقول لك جاتني جمله في راسي قلت له ما تخافش عمر لك لب طويل ولا سعد وخلاها وقت عودناها قال لي قولها صحيح جات هذايا فيحك انت اور النص اي وفح والمخرج وافق عليها وقال اي تعرف تفوح تعرف نرجع لصار ولا ما صار سامح سميح سميح خذوا كلها معلومات قايمه ونحبوا نسمعوا به صار ولا ما صارش عطاوك دور في مسلسل تلفزي وانت رفضت اي قال لك رفضت على الفلوس مع الفلوس ولا الدور الصغير اي معناتها توا غي سامورا تو معناها انت تحب يقول ما ترجعش للتلفزه الا ما يعطيوك حقك انت انا شوف ثم زوج ثلاثه مخرجين كان يعيط لي حتى في نهار نخدم صح شكون هذا هو انا ما كنت هذا هو نحب نوصلوه نحن سي محمد اللي عندهم عليا مزيه واللي عطوني ادوار كبيره كي استحقوني في دور صغير كيما الحبيب السلماني وقت عيط لي في عودة من النار في ثلاثة ايام سوسن الجملي تكلم فيها يقول لي سي محمد راهو سي الحبيب عندك دور محامي راهو طول وجهه وقال كلموه ما يقولوش لا يعني متاكده انا 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 سكت في التليفون ويا قاتل راهو سي الحبيب قال ما يقولش لا وكي تكلمك سوسن الجملي طول على ثلاثة ايام تو اه لا ما نمشيش وكلمك سامي الفهم ما نمشيش واضح ما نمشيش نتعدى يكلمني منصف الكاتب على ربع ساعة نمشي مش ربع ساعة معناها نهار فهمني ما هو مرة في وقت في المسلسل نتاع نجوم الليل قاعد أنا ومدير الانتاج الله يرحمه محمد شبوح بدينا نحكيو على الفلوس قال لي مصعبك أنت راهو منصف الكاتب ايه صاحبي قلت له منصف الكاتب ليك كل حاجة من مرة من الكيوسك مسلسل الكيوسك في حنبعد خدمة فيه دليل مفتاحي تحية كبيرة ما حبش نخدم على خاطر الفلوس ما تفهمتش انا وياهم قلت له ما نخدمش بالسوم هذا يا سي محمد راني نخلص كذا وكذا مش ترجعني نرجع بالتوالي صحيح ونحن نعرفوا نحن الدومين صغير كان انت خلصت على واحد الكاشي هذاك باش تدور في باش تدور صحيح هو ذاك الحق نتاعي وانا خدمته بالسوم هذاك اي وانا خدمته بالسوم صار ولا ما صارش انك كتبت جوابات للوزراء صار انا تو جواباتي يا فيك راح انا ثلاثه ولا اربع وزر بتاع الثقافه عندهم جواباتي وحتى دوسي ميديكال على الوضعيه بتاعي وتو المره هذه على وضعيه صحابي اللي خرجوا خاطر انا خرجت قبلهم سعيد الحامي خرجت عمليه علي بن حمده خرج عمليه يعني معناتها انت تضرب على روحك وعلى اصحابك باش والله ونزر ابو عزيزي اللي خرج بخفي حنين فهمت لا مالا 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 اصحابي هذوكم وهذوكم عشرة عمر هذايا اللي هموم هذا عاونوني وقفوا معايا وكان بيجاو شوما راني انا وقت نخدم فوق الروح انا وحدي ولا وقت نخدم في مسلسل واحد كان ما يعاونيش فلان ويعاونني ويعطيني البليس ويعطيني لي موسي انت شوف العمر هذه ما زدت تعرف بالجميل بيان سور يا بنتي من قال انا خاب العناء واللي ما يعترفش بالجميل ما هوش عبد عندي انا ما هوش عبد انا نعترف بالجميل الحبيب السلماني عنده عليا فضل منصف الكاتب التلفزه الوطنيه بارك الله فيها اخذتني من الفقر مسلسلات اللي كنت نصور معناها خاطر تعرف وقت كنت في الفرقه القاره شنو ياخذ 240 دينار 240 دينار شنو اما وقت ثم كاشيات اما التلفزه تعيط لي نضربك نعدي عامي مريقل لا التلفزه الوطنيه عندها فضل كبير علينا على برش عباد وجحودين اللي ما يقولوش برشا يسبوا فيها التلفزه لا ما نسباش التلفزه الوطنيه نلوم عليها على قله الانتاج توا على معناها تلفزه وطنيه يعني التلفزه الوطنيه كانت تنتج يعني تشوف روحك انت من الليسته اللي ما بيصير ولدها انا انا انا, أنا ولد التلفزه الوطنيه انا ولد التلفزه الوطنيه انا ويلزمنا في البلاد هذه يلزمنا سوريا في قبل الحرب في 10 سنين طارت تركيا طارت يلزم راهو استراتيجيه كامله راهي الدراما توصل توا احنا كل عام
كل عام نبداو راقدين 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 هو قريب رمضان رمضان جا هيا نعملوا بريكي بريكه لصق بريكه كيما جا يحشو فيها اللي يجي يلزم دوم ما يفر رمضان دوم ما يفر رمضان نبداو نحضروا لرمضان اللي بعده دوم ما يفر رمضان نتاع عم نتاع السنه نبداو نحضروا وعلاش ما نخدموش في وسط العام وعلاش ما ناكلوش البريك سير ليه اي علاه علاه ما ناكلوش بريك في السكر ونعرفوا كيفاش شنو يحطوا فيه اي علاه 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 نخدموا من الجاري صحيح صحيح لا كلامك لا وعلاه نخدموا من العام العام علاه دي عاوزين تصرف 4 5 مليار دوات في واحد في عمل 15 حلقه برك مش 30 وانا وقت اكثر الخدمه نقص حتى من الكاشي انا كنت خدمني 3-4 مرات نقص من الكاشي والله بالحق نقص من فهمني اما كنت خدمني مره في العام ومره في 3 سنين ناخذ حقي هذاك اللي باش نعيش بيها بخيتو به عجبتكم الصراحه هذه والله والله ما احلاها نكمل عندك ايوه اي عندي بيان سور ما زال عندي زين صار ولا ما صارش انه فما شكون من العائله ما يحب يتفرج في التلفزه كان كي يسمع اللي عاودولك اعمالك امي امي يا ربي يفضلها امي ربي يفضلها راي ليله التكريم قاعده قدام التلفزه ما تلفزه تقول لي ما تفرش على التلفزه امي ما تعرفش حد جات اختي خدمتها لها وقاعده قدام الوطنيه واحد راوقت وتو ولات يعاودوا لي في الليالي البيض يعاودوا يا ولات تفرج امي ربي تحيه تحيه كبيره هي تحيه يمكن سبق انا فضل كبير ربي فضلها لي والمرت اللي صبرت عليا خاطر انا تعرف وقت يبدا عندي مسلسل نولي عبد اخر في الدار نولي عندي مشروع نتاع مسلسل ولا مسرحيه نحفظ نقوم الصباح بكري ما كلمني حد سرتو التلفزه يعني مرتي صبرت عليا عانيتني هاك الخرجات نتاعي هاك التورنيات تحيه كبيره ليها ولولادي الكليكا ربي يفضلهم ديما نقولوا نحن تحيه لعائلتي بصفه عامه والله ديما السيبور الاولاني واي واحد ينجم يعمل الديماراج نتاعو ويكبش في حمته كان من وراء عائلته بيصير واذا كان ما يكونوش محاضينك ومعاونين تصور انا وين خارج تقول وين ماشي ما تخدمش ما تعملش ما لا ما تدخليش وبالعكس تفرح لي وتعاوني وتشجعني تغير شويه بعض المرات وقت تغير علي وقت نبدا مسلسل تلقى عندي انا المسلسل الكل تلقى عندي مرتي وصاحبتي هما يعطيوني باش انا ما نقولش ليه وانت ما تقولش ليه ديت ايش باش نعمل له والله ليه ما تقولكش في الدنيا زاده ما عندكش مرتك وصاحبتك قلت هيك مره ولا شكون مرتي تقولي لي ربي يفضلها عندها الحق راجلها بوغوس ايش امي عندها لا انا نحب مرتي برشا وربي يفضلها وعانيت معايا برشا وصبرت عليا وربي يفضلها هذاك يرحم والدي ملا الناس بكري يقول لك اصل قبل ما تحصل هي كلمه بنت الاصل صحيح ربي ان شاء الله ربي بقى عليكم استاذ امين يا رب اعطيني كعيب اخر صار ولا ما صار جاتك دعوه من برامج حاليا بلاتويت وما قبلتش لتفاهة المحتوى وقلت لا اسمع مش لتفاهة المحتوى والله عندي فترة مرث اللي مات برغزوس لابس طلبوني والله ولتوا والمساجات نوريهم لك ونبعثوا لك كهرباء والصفاقس تاع حسابي في صفاقس قلت له راني نبعثوا لك وين ما تحب انا السنة مشيت برك الكريم الغربي خاطر نحبه لهذيك بعث لي كهرباء واحد وفرحوا به ياسر محمد قال لي راني ما نمشيش راهو استدعاوني جاوني استدعاوني وريت البرنامج بتاع كريم الغربي انا عجبني في حاجه جبد اكل الممثلين اللي نحن متوحشينهم الحق نتاع ربي هذا اللي نحن نحبوا نعملوا نوسا هكا والا لا نحبوا نجيبوا العبيد اللي بالحق متوحشين ونحبهم يظهروا نحبهم يخدموا لا مش ما مشيتش لتفاهة انا اول شيء ما نعرفوش البرنامج راني ما نتفرجش راني ما تو برنامج وين تتفرج فيا ولا تو مش تتفرج لا مش في هذاك في اللي قاعده نعدي فيه تبعت حط الكومنتات من عشان تكتب اسمع لا اسمع راني انا ما زلت بوجهدي في التليفون هذا والله لا مانيش خبير يا بنتي نغلط بعض مرات اقول صح اقول سداف ونجي نحط قلبي نحط صباع وبالله ولدي ديما يصلح لي تاني عملوا لي اللي مات التليفون يعني انا فضلتها ديما تجيني في القلوب الحمد لله هي بوليت تعرف نعرف الحمد لله والله ديما الحمد لله قال لك ساعات نعطيها زلعه أتمنى كعبر سيدي
صار ولا ما صارش انك كنت سبب في شهرة ممثل او ممثلة ونكرجمي لا ما نكرش ما انا اقول ونكرجمي لا ما فهمش كون كرجمي ما عنديش ما جبدتنيش انا مرة في ريال غراجة انا جبتها انا في المتحدي جاي تنشط ما خدمت حد شيء عملت وقت سبوت بتاع مقرون ولا شنو انا وقتها اللوجو على طفلة شهلولة ولا هلوب احنا بدينا نبرفوا وقتها قبل الجمعة انا وجميل جود الله يرحمه وكوثر قاعدين في وتيل الدنيا نبرفوا على الادوار الرئيسية هبط جاني تليفون في الفيكس بتاع الريسبسيون قال مولي سي محمد هبط تلقاها في الريسبسيون قلت لها هي قرقنية بنت بلاد قلت لها تحبش تمثل قالت لي نحب يا مرصف قلت له يجري هاي قتالك انا حتى الدورة قلت له هذه هي وجربناها عملناها لكاستيك هزيناها بالكاميرا بعد ما تكلمت وقت ما قالتش محمد اليانجي اول ما وقلت لها مرة سألوني خدمت في هذاك من نام تعروسية قلت لي ما تربش عينيها شوية وقلتها في الجريدة يا أخي تخشت هي عندها ترم وقتها مازالت رأي وقتها مازالت تو ولا تباية انت وكان تشوف درة الزروق ونحبها برشا وكان تشوف في بداياتها معناها كلهم بدايتهم بداية مصطفى العدواني الله يرحمه وقت بدأ معايا انا صاحبي مصطفى العدواني وقت خدم معايا بدأ بحث معنا شزمة الاخرى هذيك التحفونة اوكي في خدمة اول ما بديت معنا في بحث معنا ليليا دوك عندها المش في وجوهها في ليليا المش ليليا سونيا المدب ايه ترعش تبرقل في بداياتها وقت وبعد راهو كل حد انت من نمشيو لمصر احمد زكي احمد زكي كي تشوفه في مدرسة المشاغبين وفي جملة اسبركة عبارة على وبعد بدا يتطور وعاد الإمام راهو فرز فورجي وعدو فيها فرجرون أنا ماشي محمد ليانجي بتاع كذا ما ماشي بتاع فهم أما يفوتتخ ركونيسان أنا اليوم كي تقول لي أنا كنت أي ريال جراجة اللي هي في ريال يوسف اليوم راهو نقول لك ميساج كي تطلع مرة في باساج تعترف به جميل عادي لا أسمع ودور نستحق مانيش أكثر وحدة لا لا عيط الله يرحمها سراي سعيدة سراي أنا سعيدة سراي أول هي تقرأ في صفاقس في الكلية في الفاكولتي أول ما عيطت لها أنا خدمة معايا والمنشور ايه بر حوت البر عبارة على ومشو هو تظهر مالتي أنا وياها فهمني عيطت لها وعذبتني وتغيب برشا والله يرحمها مرة بكيتها في الدروس قلت لها برا ما عادش مش تخدم قلت لها نهار ماتت امك نهار ماتت خالتك نهار الله يرحمها كيما حسن رماس كان يقتل نخدم معاه في القروان حديث يجبد حديث كل مرة يقتلنا واحد قريب اللجنة تجي وغاب عاد جاي هو واحنا وقت نبرفوا في دار الشباب مع المنجي جبرائيل يا حسن قلت قال لي مال خالتي مات يا خطو بقى خالتك ماتت الجمعة اللي فاتت عاودت هي قلت لها اسمع لا خالتك ماتت لا امك ماتت سي محمد ليه تسأليه؟ ايه صحي تسيبه خليه وحده ما شاء الله عندك كعب اخرى صار ولا محلي يزي يزي في البر يزي اخويا اخويا من بنك محليها والله يرحمها سعيد السراي وبعد الله يرحمها وبعد بديت في الثالثة وبديت وفهمني اي كل واحد يتزلف واقترحت على حبيب السلماني وانا ما اعتذرتش منك في الجراجة كتغشت هي تخشت خاطر قلت ترمش عينيها برشا بعد نجم انا تقولي نوسا راك طريقتك في التقديم نكسا ولا انا زيدة تقولي امال لي نغمال مورك عملت هكا مش هكا حاجة عادية انا تمنيتها وقت عيطولها مرة مدار شنو قالوا لها اول ما تقولش محمد الياجي هو اللي عيط لي هو اللي قدمني للمخرج مصر الكاتب وقال له هذه لا ما تقلتش وراه بعد خدمت معه برش خدمات اخرين وعلاقتي بيها طيبة ننسى انا ما انا جسمي راني طيب راني طيبة انا محمد الياجي الطيب بقولها هذه قولها ما مخافش انا الطيب برشا وما عنديش عداوات في الوسط انا من عادي تحيه البابا الطيب والله تحيه بابا من بعد شويه
خليك كما انت جست. لا تحمست على كلمة طيب. انا محمد لياق الطيب، طيب وما نضر حد وما نادي حد وما نحب نتكلم، وربي يبقي الستر على الناس كلها. امين يا ربي. به ياسي محمد، هذه كان فقرة سار ولا ما سارش. برا خلنا نسمع اغنية قديمة، الليالي رجعت لي تاني.